هاي جايز، كيفكن؟ اليوم رجعت لكم فيديو جديد من قناتي اسراء جيمر. اليوم طبعا بهالفيديو رح نلعب لعبة بيكا اكس تي، واليوم طبعا بعد ما وصلني ايميل جديد من شركة لعبة بيكا اكس تي، كالعادة قاعدين بيبعتوا لنا ايميلات عن باج المختفي او بوج او ما بعرف شو اسمه، المهم اسم هذا وبس. اوكي انا بقول له باج، اوكي اللي بده يقول له باج او بوج او باج، يعني انتو قولوا اللي بدكم. اوكي يب طبعا انا بقول له باج. اوكي يلا ما عليكم. طبعا يا جماعة هذا باج المختفي، قاعدين بيبعتونا عليه ايميلات هالمختفي شو صاير معه. فطبعا هلا لحد الان بعتين 3 ايميلات او 2، ما بعرف صراحة كم بالضبط، بس المهم طبعا جايز قبل ما نبلش هالفيديو نشوف الايميل شو بعتوا وشو صار لباج. هل رجع وايش صار معه يا جماعة؟ اذا بدكم تعرفوا اول شيء اشتركوا بالقناة، واهم شيء كمان يا جماعة التفاعل قاعد بينقص، صرت عم اقولكم اياها هالايام يا جماعة، بس التفاعل قاعد بينقص كثير. جايز رجعوا الحماس، قولوا لي احدا بتعرفوا يدخل على قناتي يفوت ويجي لآخر فيديو يحط لايك. حطوا جايز كتير لايكات يا جماعة، بليز يلا حطوا لايك يا جماعة، يعني خلوا اوكي بتعرفوا شو، خلوا نوصل هذا الفيديو 1000 لايك او لا مفروض اوصل لفيديو 10000، لانه عندي 100000 مشترك تقريبا، فلازم اني اوصل ل 10000 لايك. كيف يعني عندي 100000 مشترك واللايكات بس 400 500 600؟ يلا حبايبي يلا نوصل هذا الفيديو 10000 لايك، ليش لا؟ كل واحد يشوف هذا الفيديو يحط لايك ويقول لرفقاته هيك العيلة انه يحطون لايك على الفيديو تبعي. بليزو. المهم طبعا جايز هلا خلي انه نبلش، طبعا اشتركوا كمان، هلا طبعا خلي انه نبلش. اول شغلة بدي اذكركم بالايميلات اللي بعتوا لي اياها قبل، اعتقد انه بعتوا لي ايميلين او ايميل واحد. المهم احنا بنسوي حالنا المحقق كونر وبنحقق فيه، عرفتوا؟ المهم طبعا يا جماعه اذا بدي تذكروا ان اول ايميل قالوا لي انه هل تتذكرين يا اسراء جيمر، يعني مو قالوا لي هيك بس انا حابه هيك اقول، اوكي هل تتذكرين يوم خلص زيرو جرافيتي بعدين مباشرة اختفى باج؟ لما خلص تحديث زيرو جرافيتي اختفى باج، وبتعرفوا شو اليوم رح يكون فيديو عن هاي الشغلة. فهاي الشغلة يا جماعة الغريبة اللي هيك سمايل فيس، اليوم رح نصير كمان محققين كونانات، عرفتوا؟ احنا كونانات مو كونان، فهمتوا؟ وين رح نبش؟ هيا هون بليز دونت تتحرك، لا ليش هيك بتدور حرام، خلي بس نصورك يا عم يا عم يا عم يا عم، ليش هيك بتدور؟ تعال هون، اوكي، ليش هيك بيدور؟ عم تلعب معي؟ تمزح؟ يا هيك خلي، ليش بيدور؟ بينرفز، هلا عرفت ليش هو اختفى. اوكي سو جايز اليوم رح نشوف عن هذا هاي الشغلة، اليوم بعتوا لي ايميل عنده علاقة بهاي الشغلة. طبعا انا اذا شفتوا يا جماعة هون اذا تذكرتوا باول ايميل قالوا لي انه هو اختفى بالزيرو جرافيتي، بعد زيرو جرافيتي اختفى مباشرة، بعدين احنا ما نلاقينه، وكمان جايز قلنا انه زي انه اذا ما كان ما بنقدر نعيش او ما في حياة، زي اذا ما كان باج ما رح يكون تحديثات جديدة باللعبة. فجايز هو مختفي، مختفي، الادمنز ما بيلقوه، يعني باج دائما هيك بيتعاون مع الادمنز، كمان اذا ما كان باج ما رح ينزل ولا اضافات جديدة بالمدينة، ما رح تصير ولا شغلة. هو باج كأنه مضاد للخدع، لأنه مثل الادمن صمم تحديث وبيتزا جاي كمان، يعني كلياتهم اتفقوا سووا تحديث، بس اخر شيء لازم انهم ينزلوه ببلاي ستور، بس لا بتصير كتير خدع كانه بتيجي فيروسات عليه، فهمتوا؟ فباج هو اللي بيشيلون هاي الخدع. ليش اسمه باج؟ لانه من كلمه باجد او باجد او ما بعرف كيف باجد شكله. اوكي ثاني افرجيكم، اسمه جاي من هاي الكلمة. اوكي فهو يا جماعة بيشيل الخدع، اذا كانت شي خدعي شي شغلة صايرة بيشيلها، يعني لازم ضروري بيكون باي تحديث، فهو بيشيلها عشان نعيش هيك كثير منيح. وعرفتوا جايز تتذكروا لما كانت هون الاشجار هيك، لما ما كانت جاذبية باللعبة وهي الاشجار كانت هيك واقفة، عرفتوا كيف هيك؟ فكان بسبب باج، لانه هيك عم تصير اشياء مع باج، فهمتوا؟ لانه
بطل هذا التحديث. اذا ما كان بوق رح ينزل هذا التحديث كتير مخرب ومو حلو ابدا، انه لون السماء كتير غريب، ففهمتوا واصلا ما رح ينزل اصلا لانه لازم بوق. فهلا يا جماعه مختفي، وهلا هن قالوا انه كيف بوق مختفي وبس لساتها اللعبه بتنزلنا تحديثات جديده، وكيف لساتها بتنزل اشياء جديده والسماء تغيرت وكل شيء، واضافوا لنا ملابس جديده لكم، ملابس الحلوه هي تبع الصباح، عم بستنى الصبح عشان اروح اصبح. المهم طبعا يا جماعه هالاشياء كامله قاعده بتصير واحنا ما انا عارفين ابدا وين باق. يا عالم وين باق لازم لنا. اوكي باق سو يب جايز. هلا طبعا اوه واو واو خل نغطس هيك نصبح. المهم طبعا يا جماعه يب هلا اليوم رح نشوف ايميل هل هو مختفي وين راح. طبعا يا جماعه احنا بهداك الايميل اول توصلنا على الشيء انه معقول بده يكون باج راح بحفره او البوابه. او هاي هاي كيف انت واقفه تحت؟ هاي هاي هاو ار يو هاي يو بعرف ايش قاعده بقول. المهم تحمست زياده شكله. جايز اعتقد انه كتير طولت عليكم، خلي هلا نروح نقرا الايميل ونشوف ايش صاير. طبعا يا جماعه هذا هو الايميل، خلينا نقراه يا جماعه سريع سريع اوكي عشان نفهمه كمان. هاي هي الصوره. فا اوكي هلا ما بعرف شو هي الصوره بس العادي اوكي في صورتين. اه هاي 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 هذا اوه كتير حلو. اوكي خلينا نقرا. اوكي باك بيننا لكن اوه يعني هو موجود. اوكي لا تزال العديد من الالغاز تسكن على بيك اكس تي. هاي طبعا المقدمة اللي كتير ملينا منها، يعني مو ملينا منها بس طفشنا نفس الاشي. صح صح نفس الاشي. المهم يعني كل مرة بيقولوا لنا هاي المقدمة. اوكي سو يلا عادي نقرأها كمان، كتير حلوة على فكرة. لا تزال العديد من الالغاز تسكن على بيك اكس تي. ما هي نظرياتك حول الالغاز الغير مكشوف عنها؟ استعد لتعيش لحظات لا تنسى. واو واو اوكي لن تصدقي ذلك. كيف عرفتي على فكرة انه انا بنت وبتقولي لن تصدقي؟ يعني هلا شو وضع شو وضع هلا الاولاد اللي بيشوفوا هذا الايميل؟ قولي لن تصدق وسوي هيك، عرفتوا كيف هيك؟ واكتبي اياه انه يلا ما علينا، احنا رح نقرأ عشان بوق مو عشان نصحح اخطاء. على فكرة هذا ما بعرف. يلا عادي شكله كل واحد بعثوا له هيك بيشوفوا اذا بنت او ولد، بعدين هيك بيبعتوا. واو كل واحد بيبعتوا له اشي خاص. ياي المهم لن تصدقي ذلك، اخبرتني جوسب جيرل ان بوغ لم يترك عالمنا ابدا. اوه كنت بعرف جايز، قلت لكم اياها كنت بعرف، قلت لكم انه مختفي ومتخبي مع العم الروبوت اللي موجود بالايس كريم. هذا هو اللي بيقول الحدس تبعي. المهم خلينا نشوف. اوكي رآه احدهم يسير على طول الشاطئ بالقرب من متجر جديد. واو ياي المتجر الجديد مو الايس كريم، ايس كريم لا مو الايس كريم. ليدو بيقول ايس كريم، مو جنب الايس كريم يعني. يلا عادي اوكي بالقرب. اوكي في البداية لم يتم التعرف عليه لأنه كان يرتدي ثوب السباحة ويحمل شيئا غير معروف. هل كان يعد لشيئا لزعزعة استقرار الكون مرة أخرى؟ يقصدون زي ما سوى بالزيرو جرافيتي انه الجاذبية ما كانت موجودة والأشجار كانت بتطير فوق. فهذا الاشي شكله اللي هلا رح يساوي لأنه غير من شخصيته وشافه بالشخص وما شافه الكل. فاحنا كنا منقول انه مختفي بس طلع لا. اوكي بيسوي شيء تاني بليز. لا ما بدنا زيرو جرافيتي تاني. اوكي لكن ماذا ان كان، ولكن اذا كان الامر كذلك فلماذا يكون مسترخيا جدا؟ شكله كمان باق مسكين. تعب وراح قاعد بياخد اجازة. واو تعب مسكين مسترخي. ما زلنا لا نعرف ماذا ان كان. بيقصدون ليش بارد، شخصيته باردة مو مسترخي صح. المهم ما زلنا لا نعرف ماذا إن كان إذا كان وراء الفوضى التي عصفت بالكون مؤخرا، لكننا نعلم بالفعل أنه ليس على الجانب الآخر من بوابة مفتوحة. هل ستلغي هذه المعلومات الفرضية القائلة بأن شخصا مع الجانب الآخر يرسل لنا أشياء من عالم آخر؟ أو يعني بده يكون آدمن تاني مو باق؟ أو هل هناك شخص آخر مسؤول عن العناصر الجديدة؟ بده يكون آدمن أو بيتزا جاي. لا أخ اسمه ويلي، فأكيد بده يكون ويلي. مين صح؟
أوكي، أحد الأشياء التي لاحظتها هو اختفاء مكون أساسي آخر لكوننا بعد استقرار الجاذبية. هل لاحظت أي فرق في الساحة المركزية؟ لا، طلعنا كلاون، إحنا مو محققين كوننات، إحنا مو كوننات. أسحب كلامي. أخ أحم. أوكي، طلعوا هن اللي محققين، إحنا مو محققين حقيقيين. أوكي، لماذا تعتقد أن الذكاء الاصطناعي حصل على هذا على مثل هذه الفترة بعد استقرار جبلكن؟ يقصد أنه هون كان هيك وهون صار هيك. أعتقد أنه هاي تبع بوغ وهي بعد ما اختفى بوغ، يعني ما بعرف. وهذا هو بوغ كيف صار، قص شعراته ولابس ملابس سباحة وشال القبعة. شكله يا جماعة بده ياخذ إجازة، صح؟ إجازة يعني كمان بدي لا 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 تلوموه، خليه كمان يسترخي مسكين. قولوا لي جايز، شو التحقيقات اللي بنقدر نقول هاي؟ قالوا انه هذا اصطناعي، ذكاء اصطناعي، فليش تغيرت؟ ما بعرف، تغير كمان المكان، بتعرفوا؟ طبعا جايز زي ما شفتوا معنا، اكتبوا لي انتو اي شيء عنكم بالتعليقات. اوكي بس هيك طبعا بكون خلصنا هذا الفيديو، اتمنى يكون عجبكم، بس طبعا احبكم كثير وباي.